اهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف كتشوفوا معايا اليوم؟ انا جيت معكم بهذا الفيديو جديد ان شاء الله، وهذا العصير اللي غادي يكون روعه. قلت علاش ما نشاركوش معكم. المهم البنات، كتشوفوا معايا ها انتما كي كتشوفوا، عندي هنايا الرمان، عندي الرمان، وهنا عندي بنانة. فغادي نحاولوا اننا نديروا بهم واحد العصير اللي كيكون لذيذ وزوين وكيعجب الكبير والصغير. كي تشوفوا معايا هنايا دابا كيف كنعرفوا انه فصل وقت ديال الرمان، قلت علاش ما غاديينش نشارك معكم هذه الفكره هذه في هذا الفصل هذا، باش ما نبقاوش ناخذوا بديك الطريقه العاديه اللي كنعرفوا. المهم كي تشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نجي معكم وغادي نوري لكم حتى واحد تروكو ولا واحد الطريقه ولا واحد الحيله اللي غاديه تبقى تزعمك تاخذ الرمان. انا قبل ما كنتش كنبغي الرمان فقط على الطريقه ديال التنقيه ديالته، لانه كياخذ الوقت وما كيعجبنيش في هذا، ولكن كيعجبني في الماكله، كيعجبني ناكل ولكن ما نقيش. كيف كنعرفوا ان المغرب فيه بزاف ديال المناطق غنيه بهذا الشيء هذا، واللي كتزرع الرمان، ومنها الفقي بن صالح. فالناس ديال فقي بن صالح كيديروا الرمان بزاف، وهما كينقيو بهذه الطريقه هذه، ولا كيفركوا الرمان بهذه الطريقه اللي غادي نوري لكم وغادي نشارك معكم، باش غاديه وغادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. كي تشوفوا معايا في جوج رمانات غادي نستخدم غندير بنانة بلا سكر بلا والو البنات، واللي بغات دير شويه سكر ماشي مشكل، لحيتاش الرمان كيكون حلو. المهم غادي نخليكم ان شاء الله، خليكم معايا نتوما وانا غاديه تشوفوا معايا التروكو اللي غادي نوري لكم ولا الحيله اللي غادي نديروا بها الرمان. خليكم معايا. صافي البنات، دابا كيف ما كتشوفوا معايا انا جبت هاد الزلافه هادي ومعلقه، وهنايا قطعت الرمان، شوفوا كيفاش داير احمر. غادي ندير ليه بحال هكا بحال هكا، نحاول نقطع الرمانه على جوج بهذه الطريقه هذه. صافي كيف ما قلت لكم هذه الطريقه، الا جربتيها هذه الطريقه غادي تبقاي دائما غتبقاي دائما تشري. كنبدا كنضرب فيه بحال هكا بالمعلقه، البنات كندير ليه حتى دانون ان شاء الله غنشاركها معاكم في الفصل هذا اللي كيكثر فيه صراحه الرمان. ها نتوما ما كينزل معاه لا قشور لا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات دقيقه، دق الباب البنات ومشي تحليت. المهم كي تشوفوا معايا غادي نسيقي بهذه الطريقه هذه ولا نكمل بهذه الطريقه. ها نتوما كامل صافي، كيبقى هاد الحبيبات نحيدهم بحال هكا. ها نتوما كتشوفوا معايا كيبقى نقي صافي. وغادي نجي الاخر حتى هو. ها نتوما صافي، غادي نسيقي البنات بهذه الطريقه هذه، وغادي ها نتوما كي كتشوفوا معايا صراحه ما تضيعيش فيه الوقت بزاف، وكينزل كامل، لان هما عند فقي بن صالح كاين الرمان بزاف، يعني كينقيوه بزاف، يعني كينقيوه بزاف، كيديروا بانيوات كبار وهذا، وراكم كتعرفوا تما المغرب عندنا العائلات كبارين وداك الشيء. المهم صافي البنات، غادي نضيف الرمانة الاخرى، غادي نقي كي قلت لكم الرمانة الاخرى ونرجع معكم. صافي البنات، دابا مني نزلت كل شيء هذا الرمان هذا، ها نتوما صراحه كيشهي غزال صراحه. ها نتوما غادي نديرو هنايا في الكاس ديال مولينيكس، اوبس غادي نديرو في الكاس ديال مولينيكس. هنايا الطابله راها نقيه، غادي نجمع هذا الشيء هذا ورجع معاكم. صافي البنات دابا غادي نطحنوا
انا غادي نطحنه وغنصفيه ونرجع. صافي البنات دابا بعد ما طحنته غادي نصفيه. ها نتوما باش نحيد منه دوك العظام اللي كيكونوا فيه بحال هكا، حتى غادي تصفى وغادي نرجعوا نشوفوا نصفيه ونرجعوا مع بعض. صافي البنات دابا بعد ما طحنته وصفيته انا رجعته في المولينكس وغادي ندير ليه هاد البنانه هادي كي تشوفوا معايا، غادي نديرها كامله. ما غندير معاه لا سكر لا حتى شي حاجه لان الرمان فيه كيكون حلو والبنان حلو. انا بعدا بالنسبه لي ما نديرش السكر. صافي البنات كي شفتوا معايا انا غنطحنوا على هذا الشكل هذا بحال هكا، نكمل ليه الطحين ديالو حتى يتطحن مزيان، وكيف ما شفتوا راه ما خليتش ليه لا عظام لا حتى شي حاجه. وغادي نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا الشكل النهائي مع بعض. صافي البنات كي تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. صافي هانتوما كي تشوفوا معايا كيجي غزال صراحه، كيجي لذيذ. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وفعلا تجربوه لانه فعلا كيجي غزال البنات. تنتمنى يعجبكم، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. والا جربتوه وعجبكم ما تنسونيش من لايك، واللي ما مشاركش في القناه واول مره كيشوف القناه ديالي كنقول ليه مرحبا بك وشكرا لكم على حسن المشاهده والى اللي...